مجول فور اون ذا ايدج على الحافة، طبعا اون ذا ايدج على الحافة. اوكي، مجول فور يونت 7 كريتيكال مومنتس. كريتيكال مومنتس يعني لحظات حرجة، ما عم بتدخل بالسبيكينج وباليونت بلان، هي على المدرس. اوكي، بس انا عم بمشي مع الطالب. Reading القراءة عم بيقول read the text about Titanic ship and do the tasks below. بدنا نقرأ هلا نص عن سفينة التايتانيك ومن ثم نقوم بالمهام في الأسفل. عم بيقول no one had believed it was possible، لم يعتقد أحد أن ذلك ممكنا. In 1912 the Titanic hit an iceberg on its first trip across the Atlantic. عم بيقول بالعام 1912 تايتانيك ضربت جبلا جليديا on its first trip، برحلتها الأولى across the Atlantic عبر المحيط الأطلسي. The Titanic was the largest ship. كانت تايتانيك هي السفينة الأكبر that had ever traveled on the sea، والتي كانت قد سافرت على البحر، يعني هي السفينة الأكبر التي كانت قد سافرت على البحر. It was carrying 2,207 people، كانت تحمل على متنها 2,207 أشخاص. But it had taken on enough lifeboats for only 1,178 people، لكن هي لما تأخذ على متنها قوارب نجاة إلا فقط ل 1,178 شخص. طبعا 1,178 هذا الرقم 1178، أو فينا نقرأه 1,178. أوكي، not more than 651، ليس أكثر من 651 of the passengers من المسافرين were able to get، كان بمقدورهم أن يحصلوا على أو أن يصلوا إلى life boats، قوارب النجاة. Some of the survivors، بعض من النجاة الذين تم أو الذين نجوا، had been in the ice water، كانوا قد بقيوا في الماء المثلج for hours لساعات when they were saved، عندما تم إنقاذهم، يعني كان صار لهم في الماء المثلج عدة ساعات حتى تم إنقاذهم. Most of the passengers، معظم المسافرون، hadn't lived long، لم يعش مدة أطول. 1502، 1502 شخص had lost their lives، كانوا قد فقدوا حياتهم. But why was there such a great loss of life، ولكن لماذا مثل هذا الفقدان الكبير للحياة؟ And so few survivors who were on the edge of death، والبضع من النجاة كانوا على حافة الموت. Nobody had prepared for such a tragedy، ولا أحد كان جاهزا لمثل هذه المأساة. Nobody had believed that the Titanic could sink، ولا أحد كان يعتقد بأن التايتانيك من الممكن أن تغرق. The steamship company، شركة الباخرة، had thought its ship would be completely safe in all situations، كانت تعتقد هي الشركة بأن سفينتها سوف تكون آمنة بشكل كامل بكل الحالات، all situations، كل الحالات. They had followed an old rule for the number of lifeboats، وقد اتبعوا القانون القديم أو الأسلوب القديم لعدد قوارب النجاة. So they had supplied lifeboats for only half the people، ولذلك فقد زودوا القوارب النجاة لنصف الناس. The passengers hadn't yet received their lifeboats، المسافرون لم يتلقوا قوارب نجاتهم أو their lifeboats numbers، أعداد قوارب نجاتهم. Nor had they practiced lifeboat drill، ولم يتلقوا أو يتدربوا على قارب النجاة before the accident، قبل الحادث. Many of them hadn't even dressed warmly، والكثير منهم لم يرتدي ملابس دافئة. For the ship had hit the iceberg، عندما ضربت السفينة الجبل الجليدي late at night، متأخرة في تلك الليلة. And they didn't believe they
were in danger ولم يعتقدوا أنهم كانوا في خطر. The ship had already received six ice warnings on its radio. كانت السفينة قد تلقت ست إنذارات على الراديو الخاص بها. When it struck the iceberg عندما اصطدمت بالجبل الجليدي. Nevertheless أيضا مع ذلك nevertheless it hadn't changed its directions هي لم تغير اتجاهها or its speed أو سرعتها. A tragedy like the sinking of the Titanic should never happen again مأساة مثل غرق التايتانيك ينبغي ألا يحدث مرة ثانية. المهني A answer the following questions بدي أجب عن هذه الأسئلة التالية. When what happened to the Titanic ship in 1912 ماذا حدث لسفينة التايتانيك عام 1912. To why were the survivors so cold لماذا كان النجاة باردون جدا. 3 why hadn't the steamship company prepared for the tragedy لماذا لم تكن شركة الباخرة جاهزة لهذه المأساة أو للمأساة. 4 how many people survived this horrible accident كم عدد الناس التي نجت من هذا الحادث المرعب. بي المهمي بي ماتش كولم A and B to give the words their correct definitions هون بدي أوصل بين العمود A والعمود B بس بدي أعطي تعريف. يعني مثلا عندي one iceberg بدي أنا التعريف لإله يعني تعطيني تعريفه اوكي تيني ديفينيشن تبعها يعني شو تعريف هاي الكلمه. عندي رح ترجم الكلمات 1 2 3 بعدين التعريف لالون اي بي سي بترجم لكم اياها. عندي 1 ايسبرغ جبل جليدي. عندي 2 لايف بوت قارب نجاة. 3 تو سينك ان يغرق. 4 سيرفايفر ناجي. 5 تو سبلاي ان يزود. هلا عندي اي سمول بوت تو سيف بيبل اون بورد if the ship sinks قارب صغير ينقذ الناس على قارب او على لوح على لوح. if the ship sinks اذا غرقت السفينه. be a person who continues to live after danger شخص يستمر بالعيش بعد الخطر. c to provide ان يزود. d to go down ان تذهب للاسفل. e a large mass of ice floating on the sea هو كتله كبيره من الثلج طافيه in the sea في البحر. الماضي التام طبعا لذكر الماضي التام واحداثياته وما مدى تألف الجملة لديه لابد من المرور قليلا إلى الماضي البسيط. الماضي البسيط هو عمل حدث في الماضي. الماضي التام هو عمل حدث قبل ذلك الحدث أي لدينا حدثان أحدهما حدث قبل الآخر. الذي حدث أولا نضعه بالماضي التام. ما مدى تألف جملة الماضي التام تتألف من فاعل had فعل بالتصريف الثالث ثم تتمت الجملة. يذكر بأن الماضي التام هو الماضي من الحاضر التام. لذلك نجد بأن بعض الكلمات مثل كلمة already موجودة أيضا مع الماضي التام وهي من كلمات الحاضر التام. لدينا example هنا. When we arrived at the theater the concert had already started عندما وصلنا إلى المسرح كانت قد بدأت الحفلة الموسيقية مسبقا. طبعا we arrived at the theater هنا لدينا جملة ماضي بسيط. we فاعل arrived فعل بالماضي at the theater تتمت الجملة. أما الجملة الثانية فهي جملة ماضي تام هي تتألف من the concert الفاعل had already طبعا هي كلمة تأتي بين جزئين فعل يعني بين had والتصريف الثالث ألا وهو started. أوكي هذا كل ما يتعلق بالماضي التام. الجرامر هو الماضي التام باست بيرفكت انا رح نزله اذا ما نزل بالقراءه رح نزله بالنشاط اوكي للقاعده بس رح احكي لكم اياها هلا شوي. عم بيقول مهمي اي كومبليت ذا ستيتمنتس وذ انفورميشن فروم ذا تكست ابوف بدي كمل هاي العبارات بمعلومات من النص بالاعلى. هلا بما انه من النص بالاعلى بدي ارجع على النص وبشوف شو لازم احطه هون. طبعا الماضي التام هو الماضي من الحاضر التام بيكون عندي بالجملة فاعل had
تصريف ثالث ثم تتمت الجملة. طبعا هم بيكونوا حدثين عادة، بيكونوا مترافقين مع بعض، أحدهما يحدث قبل الآخر. الذي يحدث أولا أضعه بالماضي التام، الحدث الثاني أكيد راح يكون بالماضي البسيط. عندي one the Titanic was the largest ship that فراغ on the sea. نرجع على النص ونفسه أنا مترجمتهم هدول. two when some of the survivors were saved they فراغ for hours. three the passengers فراغ their lifeboats numbers before the accident. The passengers hadn't yet received their lifeboat numbers. يعني هم قصدهم فيها انه المسافرين لم يتلقوا رقم القارب النجاة الخاص فيهم. يعني بيكون هو لكل شخص في له رقم، مثلا بده يجي بالقارب النجاة 7 أو 5 أو 6 أو كذا، فهم ما عطوهم يعني. أوكي، فما تلقوا يعني بأي رقم رح يكونوا. المهمة ب match A with B to complete the sentences. بدنا نوصل ال A مع ال B لحتى نكمل الجمل. عندي A بقرأ أنا A 1 2 3 4 بعدين A B C D. عندي 1 the Titanic was carrying 2207 people but. هي كلها كمان نرجع على النص بتشوفوا ترجمتها، معلش عيدوا النص كذا مرة يعني بتستفادوا كتير وبتحفظوا أكتر. Too many passengers hadn't dressed warmly for. three the ship had received six warnings when four it hadn't changed its direction or هلا A B C. عندي A the ship had hit the iceberg that at night. انتبهوا فيكم ترجعوا على هاي المعلومات تاخذوها كمان من النص، يعني ما فيها شيء ابدا. B it had taken lifeboats enough for only 1178 people. C it speed after six warnings. D it struck the iceberg.